والتي يجب يعني أن يستحضرها المفتي والمستفتي أن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، وهذه مقولة ذكرها كثير من المتقدمين. فالعالم إذا اختلف مع غيره لا ينبغي أن يتحول هذا الاختلاف إلى مخالفة ونزاع، فالاختلاف محمود بينما المخالفة والنزاع مذمومة. وكذلك المتلقي أو المستفتي، دعنا نشرح هذه العبارة، يعني الاختلاف نعم. محمود والمخالفة مذمومة، يعني قد نختلف ولا نتخالف، ليس بالضرورة إذا اختلفنا أن نتعادى. أيوة. وإذا كان الاختلاف في نطاقه المعتبر شرعا واختلافا يعني في الأمور الاجتهادية وليس اختلافا يؤدي إلى وليس اختلافا يعني في قضية قطعية من قضايا الدين، فإن هذا الاختلاف لا يجوز أن يتحول إلى نزاع. جميل. وإلى منابذة وافتراق. كلانا على خير. نعم. نعم، كما قال الليث بن سعد وغيره، قالوا كلا، وقال الإمام مالك وغيره، قالوا كلانا على خير. وكذلك يعني المستفتي إذا أخذ بفتوى عالم وغيره من الناس أخذ بفتوى عالم آخر، لا يجوز أن يتحول هذا الاختلاف في الاتباع أو في التقليد، لا يجوز أن يتحول إلى منازعة وافتراق، لأن الاختلاف في نطاقه المعتبر شرعا كما قلت هذا محمود. أما المنازعة فهذه مذمومة. ولا تنازع فتفشل. يعني هناك من الفتاوى ما هي فتاوى يعني شاذة فتاوى معتبرة، الاختلاف أظنه داخل في هذا الإطار إذا كانت الفتوى معتبرة. أي إذا كانت الفتوى معتبرة وليست شاذة وأخذ بها شخص واتبع فيها إماما، فإنه في هذه الحال هذا من الاختلاف المحمود الذي لا يجوز أن يتحول إلى منازع. مع الأسف تجد يعني لدى بعض الناس غبشا في هذه القضية، فتجده مثلا بمجرد أن يختلف مع غيره ينابذه وينازعه ويعني يشهر العداوة عليه، وهذا لا يجوز. الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا فيما بينهم في عدد من المسائل، التابعون اختلفوا فيما بينهم كذلك، الأئمة الأربعة اختلفوا فيما بينهم، مع ذلك لم يتحول هذا الاختلاف إلى منابذة وافتراق. يونس الصدفي يقول ما رأيت أعقل من الشافعي، نظرته في مسألة من المسائل فاختلفنا، اختلفوا فيما بينهما في هذه المسألة، قال فلما انتهينا وانصرفنا أخذ بيدي وقال يا أبا موسى أما يصلح أن نكون إخوانا وإن اختلفنا. جميل. حتى وإن اختلفنا في الرأي. نعم، عبارة جميلة. حتى وإن اختلفنا في الرأي فإن هذا لا يقتضي أننا متعادون أو أن بيننا عداوة أو أن تنقطع الصلة فيما بيننا. جميل. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول ما عبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق بن راهوية، هذا إمام محدث معروف. نعم. قال وإن كنا نختلف معه في بعض المسائل. نعم. إلا أن الناس لم يزل يختلف بعضهم مع بعض. طيب مثل هذا الاختلاف. نعم. ننتقل إلى